بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، جعلني الله وإياكم منهم بفضله ومنه وكرمه. أقول بفضله ومنه وكرمه، منه سبحانه وتعالى التوفيق ومنا الافتقار. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، وكن فقيرا يا عبد الله. أنا وإنت فقراء إلى الله عز وجل، وأول ما نحتاج، أول شيء وأعظم شيء، الهداية، الهداية الحقيقية. نعم، اهدنا الصراط المستقيم، الدعاء الذي فرض علي وعليك وعلى كل مسلم يصلي أن يقوله في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الهداية. نعم، الحمد لله، في النصائح السابقة بدأنا نتكلم على الاجتماعية، على الجماعية، على الوحدة، على نعمل سويا. نعم، أنا الآن أرجو، كما أرجو دائما من كل طالب علم، وطالب علم يشمل أنت أيها الأخت المسلمة، وأنت أيها الأخ المسلم، أنت أيها الابن، وأنت أيتها البنت. نعم، قلم ما شاء الله، ورقة، واكتب هذه النقاط، الملاحظات. وأهلا وسهلا بالأسئلة، اسأل اسأل. من نون الجمع في نعبد، ونون الجمع في نستعين. الدرس في سورة الفاتحة أننا بحاجة إلى هذا الشعور الاجتماعي، أني فرد في أمة. اسمع قول الله عز وجل: ثم كان من الذين آمنوا، كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، كان من الذين آمنوا. هذه الاجتماعية. في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. الحديث الاجتماعية. سؤال اليوم في هذه النصيحة الاجتماعية: كيف أحققها في نفسي؟ كيف أستمر عليها؟ كيف أنشرها؟ كيف أساعد من يريد أن يأتي وأن يعمل بها؟ أسئلة كثيرة، لكن كلها، كل هذه الأسئلة على مسألة الاجتماعية. يعني كثير منا بيسأل إزاي نتحد؟ إزاي نكون أمة واحدة؟ إزاي نكون تحت راية واحدة؟ طيب، الطريق واضح وبينه الله عز وجل، بينه الله عز وجل. الطريق واضح، وهو: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، الاعتصام بحبل الله، نعم، حياة السنة، نعم، هذه كلها أسباب. لكن السؤال: كيف أحافظ وأنشر هذه الاجتماعية، الإحساس الجماعي؟ أولا أخرج من إحساسك بالفرد. نعم، اعمل كفرد لأنك مسؤول، لكن تعمل في جماعة، تعمل في فريق، تعمل في في أسرة، تعمل في مجتمع، لكن كفرد مسؤول عن نفسك. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فردا. فالاجتماعية لا يمكن أن تكون في كلمة. نعم، التربية. ما هي؟ اكتب التربية. تتربى على إيه؟ والتربية على أي شيء؟ التربية على التزكية. التزكية، ما هي التزكية؟ تتربى على التزكية، تتربى على أنك تزكي نفسك. وتزكية النفس ممكن تكون في إيه؟ هذه كلها
أشياء لابد أنك أن تنتبه لها. تزكية النفس أن تزكي نفسك لله عز وجل، تطهرها تنميها، لأن التزكية أصلها من الزاي والكاف والياء أو الألف اللي أصلها واو، من الزكاة، من زكا، من يزكو، يعني ينمو ينمو يكبر يكبر، وكمان من يعني من يزكو يعني يتطهر يتنظف يتطهر. فمن النماء والطهارة، منين؟ نماء ينمو ويتطهر. طيب طيب كيف أنا؟ اسمع الآن، كفرد، كأسرة، كجماعة، كأمة، تكون عندي هذه التزكية التي أستقبلها من مربي، من حد يربيني، من جماعة تربيني، من أسرة تربيني تعلمني، قل لا لا تفعل هذا، لا تنظر هذا. طيب التزكية لله عز وجل أنك تعمل الأعمال لله، الإخلاص. التزكية أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها بنفسها تطهر، لأنه عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عمل النبي صلى الله عليه وسلم ويزكيهم، يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، تزكية. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم الالتزام بها دائما ليل نهار تجعلك في حال التزكية. طيب تحافظ على التزكية بالنسبة للناس للخلق، لا تزكي نفسك، يعني لا تقدم نفسك أنها نفس عالية، يعني إيه؟ يعني تواضع، يعني تواضع، يعني لا تنظر إلى محاسنك، لا تنظر فيك إيه من المحاسن، انظر فيك إيه من العيوب. فنفسك تتواضع وتنظر إلى نفسك وتسمع قول الله عز وجل، اسمع هذه حفاظة التزكية الصحيحة، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما تزكيش نفسك، بمعنى يعني ما تقدمش نفسك، ما تقولش أنا أهل لأن أقود، أنا أهل لأن أكون أمير، أنا أهل لأن أعطي رأيي، ها بالهادي، أنا أهل، أنا من أنا، إياك وهذا. لكن في نفس الوقت لا تنسى حظ نفسك من أن تحفظها، العزة، عزة النفس، وتقديم الخير. إذا رأيت شيئا لا يمنعك، أو أقول لا يمنعك، لا تمتنع، ما تمتنعش عن أن تبدي رأيك إذا فيه مصلحة الناس، مصلحة الناس ومصلحة النفس معها، فأن أن تنفع الناس، لا تتأخر، يعني لا تتقدم، لا تتقدم عما تظن أنك أهل له. أنت هنا لا تخطو خطوة أكثر من اللي أنت تستطيع تعمله، أو أنت مؤهل له وأنت عارف مؤهلاتك. رحم الله مرأة أنا عرف قدر نفسي، أنت عارف أنت فين، ما تزودش، ما تقولش أنا وأنا وفاهم كل حاجة وأنا لو بس ودماغي دماغ الكل وأنا أحسن من الكل. خذ بالك، هدي نفسك شوي، اهدأ، ولا ترجع خطوات للخلف وتنسى أنك يمكن أن تنفع الأمة وأن تقدم الأمة خيرا. لكن إيه بقى الأحسن؟ أنك تكون خطوة متأخرة عما تظن في نفسك. فإن الناس فهموا أنت تحسن إليهم إيه، انتفعوا وأخذوا، وإذا لم ينتفعوا خليك أنت تؤدي ما عليك. هذه كأيه؟ كفرد. طيب كأسرة، أسرة، أترك الفخر، أترك الفخر بالأنساب والأحساب، أنا ابن فلان وابن علان، ماشي الحمد لله، نعمة من عند الله. إذا كنت من أسرة حسيبة شريفة عالية، أشكر الله سبحانه وتعالى وتواضع لله، إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولا ينظر إلى أنسابكم، ولا ينظر إلى أحسابكم. الله سبحانه وتعالى
إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الأتقى والأتقى يعلمه الله سبحانه وتعالى. فتواضع، ليس بحسب الأسرة وحسب القبيلة وحسب المكان اللي انت جيت منه وشمال القرية وجنوب القرية والطول والعرض، لا أبدا. هذا كأسرة. طيب كجماعة، وخصوصا جماعة أنت تنتمي إليها، شيخ أنت تتبعه وتحبه، تقول ده أحسن شيخ، ده أحسن معلم، ده أحسن كذا، هذا الشيخ الكامل. نعم، إيه اسمه إيه؟ اكتب. واحد يقول الشيخ الكامل. شيخ كامل إيه؟ الشيخ الكامل الأصل أن يعرف أنه ليس كاملا، هو مش كامل، يبقى قرب يكون عند الله عز وجل شيخا كاملا، قرب يكون كده، لكن فاكر نفسه وما بيخبركش لا يقول لك أنه غير كامل، هذه مصيبة. وعليك أن تعتقد، أن تعتقد أنه غير كامل، لكن من باب المحبة. هذا الكمال الإنساني، لو كان للإنسان كمال تظن في شيخك وفي عالمك أنت تحبه، لكن لا تظن في الآخرين أنهم ناقص وما عندوش حاجة ومش فاهم حاجة، والشيخ اللي بيقوله هو أحسن شيء، والجماعة اللي أنا فيها هي الجماعة المؤهلة أن تقود البشرية، والجماعة اللي ربنا حط عليها المسؤولية. من أنت ومن الجماعة؟ الجماعة عبارة اللي أنت تتبعها، التنظيم اللي أنت تتبعه، الجمعية اللي أنت عضو فيها، هي مجموعة من أفراد، والأفراد ناقصون، الأفراد دول مش كاملين. إزاي تكون جماعتك كاملة؟ إزاي؟ كيف تكون جماعتك كاملة؟ كيف يكون تنظيمك كامل يا عبد الله وهي المجموع مجموع من أفراد ناقصين؟ كيف تكون؟ فتأدب أمام الله، تأدب أمام الله، وطلع نقص التزكية الجماعية. فيه مصيبة اسمها قلة التزكية الجماعية. الجماعات تحتاج تزكية كجماعة، التنظيمات تحتاج إلى تزكية كتنظيم، كجمعية تحتاج. كما نقول للأفراد تواضعوا، نقول للجماعات تواضعوا، تقاربوا، سددوا، احترم رأي الآخرين. تعلم يا عبد الله، تعلم. أهو أنت تقول التزكية، تعلم، تعلم يا عبد الله أن تسمع من الآخرين وترى الخلاف والاختلاف شيء يفيد، ربما يفيدك، تسمع رأي الآخرين. جميل، هذا بيسموه إيه؟ هذا بيسموه اختلاف، التنوع، تنوع الأفكار، نخدم بعضنا، نساعد بعضنا، نعمل مع بعضنا، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. ولكن المصيبة تيجي منين؟ لما جماعة أو هيئة لأنها بدأت تكبر وتنمو وتفشو، بدأت بعشر أفراد بعشرين بخمسين، الآن أصبحت نص مليون واثنين مليون وعشر مليون وملايين، وموجودة في كل أنحاء العالم. لا، قل لهم لازلنا فقراء إلى الله، لازلنا ضعفاء، لازلنا ناقصون، لسه إحنا ناقصين، لسه نحن ناقصون بنعيش فيها. فتواضعوا، بلاش الكبر، الكبر الفردي كشخص، الكبر الأسري، انتبه، الكبر القبلي كقبيلة، الكبر الجماعي كجماعة أو تنظيم، الكبر الأممي، الأمة، أنا من خير أمة أخرجت للناس، لابد العالم كله يسمعني. نعم، لكن خير أمة ليه؟ أخرجت للناس خير أمة حتى تخدم الناس. افهم يا عبد الله، افهمي يا بنتي، يا بنتي افهمي، مش معنى أنا مسلم وخلاص، لا، مسلم وخلاص تنفع الناس، يبقى كده تمام، يبقى كده مئة مئة، يبقى كده أنت من خير أمة أخرجت للناس. ها ليه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، تعملوا، تتعلم إزاي وتؤمر بالمعروف، يعني يكون أمرك وأسلوبك وطريقتك وكلامك بالمعروف يا حبيبي، يا حبيبي بالمعروف، ما تجعرش، ما تعملش مشاكل،
بالمعروف بالكلام اللي الناس تعرفه الحلو الجميل، وقولوا للناس حسنا بالمعروف، تأمر بالمعروف، تناهون عن المنكر، تؤمنون بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه نفهم الكبر. إيه الكبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بطر الحق وغمط الناس، ترفض الحق. ليه؟ لأنه الحق ما جاش من الأسرة بتاعتك، ما جاش من ذكائك ومن البحث بتاعك. واحد آخر بحث ودور وجاب لك الأدلة، بس أنت تقول لا، نفسك أنت تطلع الدليل يكون الحق. لو هو طلعه حق مش هتسمع. والأسرة بتاعتك نفس الحال، الأسرة ما جابتش، العيلة بتاعتي لازم يطلع الحق، والجماعة بتاعتي التنظيم بتاعه للحق، لو جاي من حد ثاني لا منش هتتابعه. نسأل الله العافية. وغمت الناس، هم الناس فيهم إيه؟ أنا أحسن واحد، نسأل الله العافية. هذه مصيبة. فمرة أخرى للاجتماعية أن تبقى لابد من التربية، وللتربية أن تكون صحيحة لابد من التزكية، وللتزكية أن تكون صحيحة لابد من المزكي الذي يعلمك ويربيك ويقول لك أنا، أو هو يعني الشيخ يقول لك أنا غير كامل وأنا أحاول. والسقف الذي نريد أن نصل إليه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد المتواضعين، سيد الأبرار، سيد المتقين، أتقانا وأخشانا وأعلمنا بالله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان يتواضع. سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده عبد، عبد يقول عبد، وهو صلى الله عليه وسلم يقول ونصر عبده. فعباد الله، عباد الله، يا بنتي يا ابني كونوا عباد الله، كونوا عباد الله إخوانا. تعيشوا الاجتماعية كما قلت كفرد، كأسرة، كجماعة أو تنظيم أو جمعية، كأمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.